السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا استراتيجيه ديال التريدينغ واعره بزاف في الجولد لي سي اف دي الفوركس ما بغيتي اللي كنستعملها انا شخصيا كنتريد الجولد. هي مكمله داكشي اللي كنا شفنا المره اللي فاتت في ديك الاستراتيجيه ديال بين اوردرز بلي سيبور لي ريزيستانس. غادي نشوفوا في الجرافيك كيفاش نديروا نحميو راسنا من الانعكاسات اللي ممكن يوقعوا في الجولد، لان راكم عارفين الجولد شي مرات مرة كيطلع بالزربه ولا شي مرات كيشوتي بالزربه. دونك كي غنديروا نحميو راسنا من هاد لي كا هادو لو وقعوا في اي مارش كيف ما كان الفوركس او الستوك ماركت او الميتلز الجولد. اوكي غادي نوريكم انا كيفاش كندير ونشوفوا او ميم طون لافونسمون ديال الكونت الحساب ديالي اللي كنطلعوا معكم نهار بديت معكم داك الكونت اللي كانت فيه تقريبا واحد 1000 اورو. اوكي دونك شوفوا فين وصلت الارباح ونشوفوا لا استراتيجي كيفاش كتخدم. نتمنى تشجعوني لايك قبل ما تبداو لا فيديو وتكملوها، كومونتير غير كلمه تشجيع تكفيني. اوكي اي بارطاجي مع صحابك حتى لخر الفيديو اللي عجبتك. هذا ما كان، دابا ندوزو للجرافيك ونشوفوا كومون سا سباس. اللي محتاج شي واحد يكيدي يكون معاه محتاج توصيات وهذا، راه كاين الجروب ديال اي ا راه كيبارطاجي دي زانفورماسيون زوينين على تريدينغ سورتو في لي زاكسيون في الكريبتو حتى هو في الجولد في كل شيء اوسي كيدير دي فورماسيون في تريدينغ. دونك ممكن تكونتاكتيهم وتستشروا معاهم الا كتخصكم شي حاجه، غادي نخلي لكم لتحت سميتهم اي ا دونك غادي يعاونوكم. دابا ندوزو لكمال الفيديو ديالنا ان شاء الله. اوكي دونك حنايا في ام تي 5 ديالنا في بلاتفورم اللي كنتريديو كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات كنا تقريبا 700 دولار ديال الربح، دابا وصلناها ك 950، دابا وصلناها 963. اوكي الحمد لله حنا غاديين بشويه بشويه مزيان كيف ما كتلاحظوا تقريبا ارباح شبه يوميه. اوكي 23 في الشهر اخر حاجه دخلناها 28 دونك 5 ايام من بعد 29 نهار ابخي ما كديرش يومين حتى كنلقى الفرصه. هذا هو اللي خاصكم تعرفوا، شي مرات لو في اللي ما كنتريديوش راه حتى هو كيتسمى تريدينغ، لان يعني كتحافظ على الكابيتال ديالك ماشي بالضروره تريدي كل نهار وتدخل فلوس كل نهار، لا ديما تلقى فرصه مزيانه ويكون لو بري مزيان عاد تدخل. اوكي دونك حاليا المهم وصلنا 963 دولار ديال الارباح ومازال عندي بوزيسيون وحده بحال ديال نتفليكس اللي كنت وريتكم. كان عندي ثلاثه فكيت عليا جوج، وحده بالربح وحده بالخساره. ها هي هنايا هذه دخلت فيها 29، هذه خاص ب 15 دولار ديال الخساره. علاش هي صات نتفليكس هذه كانت معكس شنو وصلنا هنايا واحد اسمحوا لي وصلنا لهنايا واحد سيبور كبير ولا ريزيستانس كبيره هنايا وخفتو يعاود يعكس ويهبط بحال اللي كندير هنايا. اوكي نقلت اللهم نفكها عليا ونخرج ب 15 دولار ديال الربح ولا نبقى عاود مشيت عكس عليا وبقى نسيني عاوتاني توصليت ناقص 100. المهم حيدتها عليا قتلتها، هذه حيدتها بالربح هي هذه. اوكي ضرت فيها 30 دولار ترونكيل وكنعاود نسين لو بري يطيح باش نعاود ندخل من التحت تو سامبلومون. الاخرى عندي شويه الفوق هنايا دونك شفتو هاد الكاب هذا كامل مشى ليا، هي عندي الفوق هنايا كنسينها تطلع، هذيك ما خصهاش دابا غادي نسينها تطلع وانا غير عارفه غادي تطلع. اوكي نتفليكس في هاد لو بري هذا 400 دولار راه والو، مازال غادي يطلع وغادي نعوضها ان شاء الله ومازال غادي نحاول نحل بوزيسيون اخرى باش نعاود نضرب هاد الكاب هذا كامل ان شاء الله. اوكي مي بشويه الناس نلقاو الفرصه المناسبه. دابا نرجعوا للجولد. الجولد سيتي كيفاش طريقه الخدمه ديالو؟ كما كتلاحظوا هنايا في البروفيت راه هو اللي كيخدم الاغلبيه. دونك اكس ا يو اس دي هو العلامه ديال الجولد. دونك الجولد جولد 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 هو اللي كندير بزاف. اوكي هنايا كنضربت واحد الربح كبير 77 دولار صراحه كانت مزيانه واحد النهار. مي غالبيه الارباح كما كتلقاو عندي ما بين 15 حتى 30 دولار. اوكي الخسائر حتى هما تقريبا نفس الشيء، يعني تيك بروفيت مع ستوب لوس تقريبا تيكون متساوي او تيكون جوج واحد، هذا كيتسمى ريسك ريورد. يا اما كندير واحد واحد يا اما كندير جوج واحد، كل واحد كيدير على حسب لا استراتيجي ديالو. دونك بالنسبه باش تحاول تسميتو تقلع ليك في نهار الانعكاسات شنو كنديرو؟ كيف ما كتعرفوا ديما كنخدمو بيندين اوردرز. اوكي باش ما كنبقاوش حاطين المارشي، وثاني حاجه تنخدمو بلا سيبور ولا ريزيستونس سيمبل. اوكي استراتيجي سامبل ما كنعقدوش الامور. دونك هنايا الدراري والبنات شنو كندير؟ مثلا لي ديرنيغ بوزيسيون كنمشي كنحاول نتشيكي، كنخدم في الام 5 لان كنخدم في فريم صغيره باش نحاول ناخذ ارباح كثيره، سينو صبرت الساعه غادي نبقى ندخل في اللونغ تيرم، انا ما كيعجبنيش اللونغ تيرم بزاف. اوكي دونك شنو كنحاول ندير؟ كنحاول نتشيكي لي سيبور لي ريزيستونس ديالي، هادشي كنا هضرنا عليه. اوكي رجعوا للفيديو تاع فيكم اللي فاتوا باش تفهموني علاش كندوي. كنحاول نحط فيهم دي باي ليميت دي بوزيسيون فين غادي نشري وفين غادي نبيع، انا كنخدم اكثريه غير الباي. اوكي دونك هما هادو اللي حل هنا بالخضر، هادو اللي بالخضر هما لي بوزيسيون ديال الباي، حل هنايا في هاد السيبور هذا، حل في هاد السيبور هذا، وحل في هاد السيبور هذا. اوكي دونك كنسين ديما لو بخي يطيح. شنو كندير؟ شي مرات كنلقى واحد لي سيبور في الام 5 تيكونوا دغيا ممكن يتهرسوا. اوكي ودغيا ممكن يعكسوا عليا هما يسبوا لي في شي دراو داون كبير في السوق. دونك شنو كندير؟ كنحاول لو لو ديالي مثلا انا هنايا كندخل ب 0.010 كنحاول نقسمو على جوج، كندخل غير ب 0.05. اوكي نعطيك مثال،
ها هما هنايا هادو مؤخرا كاملين دخلتهم في دي سوبور اللي كانوا شويه ممكن دغيا يتهرسوا وما بغيتش نريسكي فيهم. الحمد لله دزتهم مزيان اوكي, بس عكسات عليه ما كنقصدقش خاسر بزاف. دونك مثلا هنايا نشوفوا تريد لاين مثلا هنايا انا عندي ان سوبور زويون ممكن نحطو اوكي كتشوفوا كاملين هو هذا اللي هنايا غادي نجي غادي نحط فيه باي ليميت غادي نقسم اللو ديالي غندير هنايا 0.005 دونك راه حنا هنا اوكي وغندير باي ليميت ديالي اوكي دير هنايا باي ليميت غادي نحيد لكم الخط هذا باش سميتو يبان لكم الباي ليميت ديالنا غادي نحاول نقاد مزيان سميتو باي ليميت ديالي خاصة راه هادي بوزيسيون انا ما باغيش ندخلها ولكن غير باش نوريكم كيفاش كندير. دونك غادي نحاول ندخلها هنايا طلع شويه اوكي نقاد ديك بروفيت ديالي غنديرو مثلا في 1931 اوكي ديما ديرو هاد جي تي سي اولا ديرو جوغ سبيسيفيي هادشي راه كنت في الفيديو اللي فات وديرو شي تطبيق بعيده اوكي. دونك كنديرو موديفيي درنا ديك بروفيت ديالنا ممكن نبقاو نحركو عاوتاني حتى هو هكا ما بغيتو نطلعو هنايا هنا كيبان لكم هنايا في الجنب هنا تيبان لكم الاربح شتو ربحة ولا خسارة اوكي. دونك حنا غنديرو غير هنايا نديرو هنا مثلا اوكي. دونك هنايا سيرمون غادي يعكس عليا وغادي يطيح وغادي يحاول يمشي للسيبورت التاني اللي هو كاين هنايا. دونك هنايا كنديرو كنعرف فين غادي نساينو كنعرف نحلو بحال اللي كنتيستي المارشي اوكي كنتيستي هنايا ب 005 اوكي اوكا او داز راه كنضرب هاد النقط ديالي هنايا مثلا غندخل غنضرب هاد 10 دولار ديالي هنايا اوكا او ما داش غادي يهبط ليا لتحت وغادي يكون كنساينو بواحد واحد البوزيسيون اخرى اللي كان هيدجي بها هذا هو اللي كيتسمى الهيدجينغ اوكي وتيكون بلو دوبل ديالها هنايا حاطه ب 010 حيتاش كيبان لي هنايا سيبور قوي وتعاود فيه المارشي تقاس فيه بزاف بزاف المرات دار واحد لا كوريكسيون اولا واحد واحد الريباوند ريباوند تما اوكي. دونك كندخل بوزيسيون صحيحه لان عارف بان بحال اللي يكون عندي مثلا تكون متاكد اكثر بورسونتاج اكثر بان راه غادي تطلع في ديك في ديك الوقيته. دونك اون فوا كتوصل هنايا كتحاول انت تعاود تطلع حتى النص كنحاول نقفلهم بجوج مثلا غنصدق رابح في وحده 30 دولار وحده الاخر خاسر فيها 5 دولار كنربح 15 دولار في المجموع فهمتيني اولا كنصبر حتى توصل البوان دونتري ديال هادي اوكي وكنسد الاخرى ب 0 دولار ديال البيرت والاخرى مثلا في 30 دولار ديال الارباح هكذا تنخدم. دونك ديما كتحط دي بوزيسيون في كتيستي المارشي بواحد لو لي صغير باش كتساينو عكس عليك وتعاود تجي عليه من التحت. انا هكا كندير هذه الخدمه ديالي. دونك كما كتشوف كاع لي بوزيسيون اللي عندي لتحت كلهم عندي فيهم 0 10 لان عارف سي دي بوان لي قصاح وعندي غادي يكون فيهم واحد الريباونس اللي كبير وغادي يكون زعما الربح ديالو مضمون اكثر اوكي. دونك نحاولوا نشوفوا لي 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 ترانزاكسيون اللي كدرت قبل راه تيبقى يبينهم بالهيستوريك دائما اوكي. دونك كما كتشوف هنايا ها هي هو لا بوزيسيون هنا ضربات طاف اوكي هنايا ضربات طام مشات واخا كتعكس شويه مي ماشي مشكل كتعاود تطلع ديما. انا شي ملي كندير هادو كنطفي البيسي وكنزيد في حالي كنكون ناعس سورتو ديما تيكونوا اغلبيه كنلقاهم ضربوا في الصباح ضربوا تيك بروفيت اولا ضربوا ستوب لوس ديالهم الا لقيت حاضيها ما كنخليهاش توصل تيك بروفيت ديالها وكنحاول نسدها بكري ما كنبغيش نخليها في خساره بزاف. دونك اللهم كنزيد تيك بروفيت ديالي ستوب لوس ديالي وكنمشي ناعس الصباح تيكون مو كبير في 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 الجولد كنكون ناعس وكنلقاها دخلت اوكي. دونك الحمد لله انت فوالا هادي مشات شويه ديال الربح كما كتشوفوا هادي مشات خساره اوكي هادي ربح عوضت هادي ربح حتى هي عوضت هادي اوسي حتى هي ربح. دونك كلشي غادي الحمد لله مزيان. دونك رجعوا نشوفوا هنايا مثلا هنايا مثلا عندنا سيبور ديجا تيستا بزاف المرات هنايا ما غاديش نجي نحط كاع ندخل مثلا بشي لو كبير اوكي. دونك كندير فيه غير النص ديال لو اللي كندخل به وكنقول اوكا او مشى هبط ليا لهنايا غادي نعاود نشدو بلو كبير وغادي نعوض به. ما غتقول لي اميره حقا دابا انت كتشوف كتقرا الجرافيك واخا هو كان نو ما قريتش هو اش قراش عليكم حيت هو دابا راه ديجا باين ساهل نو راه كنرجع مثلا للفريم الكبار وكنحاول نحط لي سيبور لي ريزيستونس اللي عندي تكونوا عندي مرسومين في 3 دي فيو كيف كنقول لكم كناناليزي فهمتيني وكنحط لي باي ليميت ديالي تما كنت كنساينو بحال واحد المصياده يوم فوق هذيك المصياده كتحل كديك لونشا كتعاود تطلع فهمتوني. دونك هذه هي الخدمه اللي كندير. دونك عارف بان هنايا راه عندي واحد السيبور قوي من هذا اللي هنايا دونك تنحط فيه الدوبل ديال اللو اللي كنت حاط هنايا وكنساينو يرجع يعوض ليا اوكا او مثلا مشى عكس عليا مثلا حتى لهنايا
هذا تيعاود لي الاخر تيعاود يطلع وتيعاود لي الاخر تو سامبلومون. دونك هذه طريقه كتدخل في الموني مانجمنت ديما ملي يكون سوبر عندك هشيش اولا كي ني با سور غادي 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 شت ودغيا غادي كاسي ديما دخل بلو لو مقسوم على جوج اولا باقل كاع اوكي وحاول عاود تشدو في المنطقه ديال الباي اللي جايه من بعد بان لو اللي يكون مضوبل عليه اولا قوي عليه باش تربح رابيدمون دغيا تعاود ديك لا بوزيسيون وغادي يكون عندك غادي يكون عندك ديما النتائج بحال هادو اللي كتشوف هنايا ديما الربح غالب على الخساره دونك كتشوف الزرق غالب على الخساره دونك فوالا وديما ديما ننصحكم شوف ديما كات ذا لوس يعني اصبر عليه انا عارف كو ما كتحملوش نسدو في الخساره عارف هاد القضيه هادي ولكن غير تحمل ديك الخساره الصغيره احسن ما تحمل شي خساره كبيره انا غنصحكم احسن ما تبقى هكا جالس كتساين في بوزيشن فيها ناقص 200 دولار هنايا وكتساينها منشوره عندك وسد لي غير لا مارش سد لي غير لا مارش فهمتيني سد لي غير لا مارش كان بامكاني نخرج بقل ولكن انا راسي قصح ليا وقلت الله تبقى شاده فهمتوني دونك انا كنعطيكم نصائح باش تيفيتو كاع هاد المشاكل هادو دونك ما تكونوا استفدتوا ما كنتش تلبسكم في الشهر بزاف جايز سهله مهله راه لو تريدينغ ارمس تريدينغ ماشي كومبليكي راه يكذب عليكم كثر اللي بقى عليكم راه سي كومبليكي وخاصك تكون قاري بزاف وكذا لا خاصك عندك ليكسبيريونس تخدم في الديمو وتطبق داكشي اللي كتامن به اوكي هادشي اللي كاين هادشي كيجي غير بعد التجربه وتطبق طبق الاستراتيجيه ديالك بزاف في الديمو عاد دوز الغيال وحاجه اخرى العدو الاكبر ديال التريدر راه هما الفيلينغز اوكي بهذه الطريقه اللي نخدموا فيها الفيلينغز ديالنا ماشي يدخلوش بزاف وما كنبقاوش مقابلين للمارشي كل ما بقيتي مقابل للمارشي كل ما كتستريسا كل ما كتفرط كل ما كتبغي تسد باقل الارباح وتبقى كتصبر على الخسائر هذا هو المشكل اللي كيطرا فيه دونك بهذا التكنيك هذه راه ما كنتوما كتشوفوا قدامكم عينيكم اي ايوا كتشوفوا بعينيكم لافونسمون ديال الكونت غادي بشويه بشويه ماشي داكشي ديال دوبل الكونت نضربوه في 4 ولا هذا سي فري كو فواحد المده قصيره حاولنا تقريبا درنا تقريبا واحد 70% ديال الارباح اوكي ما نكذبوش على الله ولكن كما كتشوفوا بديلو فريمون صغار محترمين ما كاينش ارباح خياليه وشي خسائر خياليه داكشي غادي بشويه بشوي كاين شي ايامات ولا شي سيمانات اللي ما كندخل فيهم حتى شي حاجه اللي ما كنلقاش الفرصه فين ندخل المهم ما نطولش عليكم نشوفوا الفيديو ان شاء الله ما تنساوش تلايكيو كومونتي عفاكم كلمه تشجيع كافيه غير ميرسي ولا غير صبع هكا كافيه يعني باش تخليني نكمل لكم في الفيديو اي صحه فطوركم ما تنساوش تبعوني في انستغرام نشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله تشاو